أعزائي المشاهدين، يمجدكم بوصفة جديدة. وصفة اليوم هي وصفة الغريبية. الغريبية اللي خيرت نديرها معكم اليوم هي الغريبية على الطريقة التركية، يعني وصفة رائعة. باش نحضروا هذه الوصفة تاعنا لازمنا المقادير اللي راكم تشوفوا فيهم الآن، مقادير جد بسيطة. نسحقوا 250 غرام تاع لامارغارين. أنا هنا خيرت لامارغارين لابال. هذا لاباط لامارغارين هي اللي حنستعملها كميكيل، يعني حنكيل بها بقية المقادير. بعد ما نفيدي لاباط تاع لامارغارين، كيل كيلة تاع سكر غلاس، كيلة تاع لامايزينا، نص كيلة تاع الجنجلان. هنا الجنجلان محمص، حمصو دوغي بيان سور، ماشي حنستعمل واحد هكذا، حنرحيه بيان سور. نسحق ايضا ملعقة كبيرة تاع لافاني، ونصف ملعقة صغيرة تاع لا لوفور شيميك، خميرة كيميائية. بيان سور نسحق لافارين باش نلمل العجينة تاعي. اذا اعزائي المشاهدين، نجوز مباشرة. الوغ اولا ناخذ الجنجلان تاعي مباشرة نرحيه. هنايا قلت هنا نص كاس بما يعادل نص كيلو تاع لابو تاع المارغارين. هنا نرحي فريمون رقيق. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا، بعد ما رحيت الجلجلان تاعي هنا كيما راكم تشوفوها، وليك نرحيه رقيق مباشره نديرو في لو ريسيبيون. الوغ ناخذ لو ريسيبيون ديالي ونديبوزي الجلجلان تاعي اللي رحيتو. هايليك هنا قلت نص كيلة تاع لاباط تاع لامارغارين بما يعادل نصف كاس، يعني لاباط تاع لامارغارين هاديك ليكيفالون تاع كاس. نص كيلة تعطيلي نص كاس بيان سور. هكذا كيما راكم تشوفو هنايا، بعد ما حطيت الجلجلان تاعي حواليك مرحي رقيق، الآن مباشرة نحكم لاباط تاع لامارغارين تاعي ونفرخها، يعني هي اللي حنستعملها كمكيال. هذه هي الاولى المباشره كما راكم تشوفوا، فيدي لابواط تاعي غادي يعني نحاول نفيديها مليح باش ما تلصق ما يلصقوليش المقادير الاخرين. نحاول كي نفيديها كامل سي نمسحها بان بابي ولا باش ما يقعدوش لاصقين المقادير كيما لافارين سكر غلاس. بون هنايا بعد ما فرغت لا مارغارين تاعي نبدا نكيل. الوغ كيما راكم تشوفوا بعد ما فيديت لا بواط هنايا تاعي، ناخذ مباشره لو سكر غلاس، ندير له نقي نص كيلو. هايليك قلت هذه لا بواط اللي حنستعمل بها نستعمل هنا، عفوا هنا كيلة تاع السكر غلاس ماشي نص كيلو. اذا هنايا نكمل هكا نعمل كيلة تاعي فريمون هكذا، يعني وهذه هي غريبية اللي يحبها شويه ناقصه سكر ولا يقدر ينقص السكر كاش مشكل. هكذا نزيد ناخذ مايزينا. الوغ كيما قلت لهنايا نحكي مايزينا ديالي ونبدا نقيس في هذه العلبه تاع القياس لاباط على مارغارين. اذا هكذا ندير كيلو تاع مايزينا. انا كيما كنت وانا بعد ما عملت الكيله تاعي تاع لا مايزينا هايليك مباشره نديرها. هايليك حنا نزيد ناخذ ملعقه تاع لافاني، ملعقه تاع الاكل نزيد نديرها. وهنا قلت ندير نصف ملعقه صغيره تاع لا لوفور شيميك، يعني هنا ما نكثرش لا لوفور وضروري تكون نصف ملعقه، يعني فقط باش نتحصل على هذوك التشققات. هكذا هذه تكفيني. هكذا على راس المغرفة. الان هنايا بيان سور ماشي حنستعمل الملعقة، هنا حنحاول نمزج هاد المكونات مليح بيدي هكذا حتى نتحصل على مزيج متجانس. لان هكذا نكمل. هاو كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما مزجت كامل هاد المكونات تاعي هكذا بقات نخلط حتى تحصلت على هاد شغل اون كريم هكذا، تمزجو مليح المكونات. الان نبدا نضيف لافارين حتى نتحصل على عجينه متماسكه، يعني ما لازمش نخلي العجينه تاعي طريه. الغريبيه ضروري جدا هكا ونخلط، يعني قلت الغريبيه ضروري جدا لاباط تاعنا تكون متماسكه هكذا كما راكم تشوفوا. هاكا نكمل نضيف الفارينة حتى نتحصل على اون بات. هكذا نضيف ونخلط، اذا نكمل العملية تاعي.
الوغ كيما راكم تشوفوا هكذا نقعد نضيف لافاغي ديالي بهذا الشكل حتى تملي العجينه تاعي. نواصل العمليه. الوغ كيما راكم تشوفوا هذيك العجينه تاعي هنايا نميتها بعد ما تمسكت هكذا، لازم تكون هكذا القوام نتاعها هكذا تكون متماسكه ما تكونش متلوقه طريه باش ما تتحلش باش نحصل على دوك التشققات. الان هنايا نقدر نديرها بطريقه تقليديه هكذا دوائر، انا جو بريفير هنا نستعملها في هاد لي مولون سيليكون هنايا هادوما تكون يعني بلو بريزونطابل و تكون فيني مليحه. اذا هكذا ناخذ العجينه ديالي كيما راكم تشوفوا وندير كويرات هكذا نقيس على حساب الدوائر ديالي هكذا بهذا الشكل. الزياده هذاك نقدر نحيه. الو هكذا بعد ما نضغط مليح هكذا ناخذ سكين هكذا ونحي الزياده هذاك هكذا باش تكون الحبه نتا سوا سوا. كرر العمليه هكذا ندير دائره كما راكم تشوفوا دورها مليح هكذا نضغط مليح للاسفل ونحكم السكين ماشي من جهه ونقطع من جهه الدوزيام ونحي هكذا هكذا. لازم تكون سوا سوا ما لازمش تكون خارجه على الاخر باش باسكو انا درت على لوفور باش ولا نتفخت شويه ما تجيش بومبي. اذا نكمل العمليه كما العجينه اللي قاعده مع في لي مولون سيليكون هادوما. الوغ كما راكم تشوفوهم لي مول تاعي هنا بعد ما عمرتهم كامل انا نحاول نقرب لكم. انا قلت لازم يكونوا هكذا ما لازمش نديرهم بومبي. هنايا بيان سور راني حنطيبهم في الفرن على درجة حرارة 130 درجة يعني حالة درجة حرارة متوسطة لمدة 4 ساعة حتى 20 مينوت. الوغ كما راكم تشوفو هاوليك لهنايا هاوليك لهنا الغريبية تاعي بعد ما طيبتها هاوليك يعني كما راكم تشوفو طيب بالخف هنا مام با ان كار دوغ يعني كل واحد حسب الفرن تاعو. هاوليك انا العجينة مازالت هاوليك عندي كمل عندي مولي هاد لي مولي عندي. الوغ كيما راكم تشوفوا هذيك الغريبيه تاعي لهنايا بعد ما طابت هذا هو الشكل تاعها النهائي. هنايا راني جوست هذا وين عندي موليتها من هذوك لي مول تاع السيليكون. بون انا نعاود نسقمها في لي كيسات ونحضرها في صحن. الوغ كيما راكم تشوفوا هذيك الغريبيه تاعي لهنايا جاهزه في صحن التقديم هذا هو الشكل تاعها النهائي. انا نزلت لها اضافه تاع القرفه تاع رشه العرشه خفيفه تاع القرفه. اذا هذه هي الطريقه تاعي في تحضير وتقديم حلوه الغريبيه على الطريقه التركيه. اذا عجبتكم اعزائي المشاهدين ما عليكم غير ديروا جيم ولا كومونتير. واذا كنتم حابين تعرفوا على الذوق اللذيذ جدا ما عليكم غير تجربوا الوصفه. واذا كنتم اول مره تدخلوا القناه ما عليكم غير ديروا ابوني باش يلحقكم معايا جديد في الاعداد المقبله ان شاء الله. بهذه الصور الجميله نخليكم ونقول لكم الى اللقاء.